مرحبا فيكم عن جديد مشاهدينا، وبسرني استضيف رئيسة جمعية الأهل لدعم التوحد السيدة غادة حايك مخول. أهلا وسهلا فيك غادة اليوم في هالفقرة المميزة. رح نحكي عن التوحد وشو عوارضه. التوحد باختصار بيصيب، هو سندروم بيقولوا نورولوجيك، بيصيب الأولاد ببين إجمالا قبل عمر 3 سنين، وبيأثر على كل شيء، تواصل كوميونيكاسيون. يعني الولد بيفكروا الأهل إنه ما بيسمع، ما بيرد وقت يعيطوا له، بس هو بيكون بيسمع كتير منيح، ما بيتطلع فيهم، في أي كونتاكت، ما بيلعب مع باقي الأولاد مثل ما لازم، في كتير أشياء من الأولاد اللي بيعملوها هن وصغار ما بيشارك فيها الولد، وبتس كل ولد حسب حالته. يعني ما في ولد مثل الثاني. بأي عمر ببين؟ يعني إجمالا قبل 3 سنين، في منهم على 6 أشهر، يعني يمكن ما بكاغي مزبوط، ما بيضحك بس يلعبوه، في عوارض بتبين بكير، وفي منه لسنتين، منه ل3 سنين بيبقى نمو طبيعي مثل كل الأولاد، وبعدين فجأة ما بنعرف ليه، لحد هلأ العلم لحد هلأ ما في أي تفسير يعني علمي كمان، وما في فحص طبي. الدياغنوستيك بيصير بس عبر observation، يعني بيحطوا الولد بتشخيص، بيصير يعني من قبل فريق متكامل، يعني من بيدياتر، نورولوج، بيدوبسيكياتر، وأورتوفوني بسيكومتريسيان، بيعملوا كل التقييم للولد لحتى يقدروا يشخصوا. يعني ما في، مش انه ما في فحص دم بيروحوا بيعملوه يشوفوا اذا عنده توحد، لانه ما في ولد مثل الثاني، مجبورين يشوفوه بكذا. ليه بتختلف العوارض من ولد للثاني؟ لانه هن مثل حيلا انسان، مثل حيلا شخص ثاني، كل واحد مختلف، كل واحد بحس في ولد هيبر اكتيف، ولد عنده تاخر يعني مونتاليتي، بتاخر الفكري، تاخر عقلي، حتى بالشكل بيختلفوا. يعني بارفوا في ولد ما ببين عليه ابدا انه عنده توحد. اجمالا لا، هن ما عندهم عوارض جسديه. صحيح، جسديا ما عندهم ولا اي عوارض الا بالعيون بارفوا بتحس الاي كونتاكت، بس ما بيطلعوا فيك، بس ايه؟ لا، هن بالمبدا ما في شيء فيزيك، مشان هيك صعوبه التشخيص. يعني بيشوفوا للولد ما ببين اي شيء ظاهر، هي بس بالتصرفات اللي بتكون بدها مراقبه، ويعني مش مراقبه، يعني يقدروا يعملوا مثل تشيك ليست، بيشوفوا مثلا بيلعب مع الاولاد او ما بيلعب، يعرف اذا اعطيتي السياره بكرجها او مثلا بس بيبرم الدولاب، اذا عيطتي له برد عليك، او بس مثلا بيحضر تلفزيون، يمكن بيحضر فيديو، بيحضر اغاني، بس اذا حكيتي، وحتى في منهم اللي بيحكوا بيقدروا يحكوا، في مرات اذا سالتي كيفك بيقول كيفك، او بيحفظ، في منهم بيحفظوا برامج على التلفزيون، بيحفظوا يعني اشياء، بس اذا سالتي شو عملت اليوم مش قادر يجاوبك. من هون هي صعوبه التواصل، يعني انه تخبرك شو عمل بنهاره، كيف كان اليوم، شو حسيت، انه حتى اذا موجوع يمكن مش قادر يقول. يعني بكل شيء خاصه بالتواصل بيبقى مختلف. يعني فينا نقول بدي احكي شوي عن الجمعيه، ليه اسست الجمعيه؟ اول شيء انا ابني عنده توحد. ابنك عنده توحد؟ انطوني، يعني اسم الله صار شاب، عمره 24 سنه. انا ابني ما بيحكي، بس بيتواصل معنا بكل، يعني بنفهم عليه نحن كل شيء شو بده. اكيد اشتغلنا كثير عليه، اشتغلنا على يعني الكومبورتمون وال يعني كل شيء اللي لازم بسموها ادوكاسيون سبيسياليزي، لانه في كثير ناس بعد ما بتعرف شو يعني انه بحاجه، تنقول اوكتوفوني، بسيكوموتريسيتي، حتى في شيء اسمه اي بي اي، بيهيفيرال ثيرابي، يعني كيف التصرف بده يكون. شفنا يعني وصل لوقت كان ما عندهم مدرسه يروحوا عليها الاشخاص اللي صاروا فوق عمر 18 سنه، ومن هون كانت يعني اول شيء نحن بلشنا الجمعيه دعم للاهل، نحن كاهل سميناها جمعيه الاهل لدعم التوحد، وعندنا هلا تقريبا 100 عائله جروب لدعم الاهل، وبنعمل نشاطات مع الاهل. وبعدين وقت صاروا اولادنا بلا مدرسه، اضطرينا انه نفتح مركز يكون ياخذوا، يكون في اولاد فوق عمر 18. بس من وقت كورونا وصارت القصص، وفي كثير مدارس سكرت، صار في كثير طلبات علينا، وهلا فتحنا قسم فيه اولاد صغار كمان. رح نتوقف يعني مع بعض الصور. اوكي، هول من النشاطات اللي كنا هول النشاطات. شو هيدي غادة النشاطات؟ بالمركز مع الاولاد الصغار بصير الشغل،
يعني كل ولد اكيد حسب قدراته، كل ولد عنده البروجرام تبعه، في ولاد بيقروا وبيكتبوا، في ولاد مثلا حتى ليزادولت يمكن بيشتغلوا بالخرز، بنعمل خرز، بيشتغلوا بالاعشاب من ورق غار، يعني بتمكنوا من الولد يعمل نشاطات. اكيد اكيد، لانه الولد اذا اتركتيه وحده من هون الصعوبه، انه هو ما بيقدر يعمل نشاط وحده، بده على طول مرافقه. كيف بتصير المرافقه مع الولد ومع الاهل؟ اكيد بصير في اجتماعات مع الاهل، بينعمل بروجرام للولد اللي هو بنسميه الاي اي بي انديفيدوال ايدوكيشنال بروجرام، كل ولد عنده البروجرام تبعه، مثل ما شفنا في ولاد بتقدر تقرا وتكتب وتعمل مات، في ولاد لا، سو كل ولد حسب شو قادر يعطي، يعني اذا مثلا ما بيقرا وبيكتب تعطيه يعمل فيزيك. صحيح. منشان هيك كمان الدمج بالمدارس بده يكون حسب قدرات الولد، يعني مش حيلا نحط ولد نقول مندمج بمدرسه اذا المدرسه مش مجهزه والولد قادر شوي يتابع. صحيح. يعني يكون عنده قدرات، يعني مثل حيلا ولد اذا شاب بالجامعه اذا مش كثير شاطر بالمات ما فيك تحطيه يعمل هندسه مثلا، يمكن شاطر بغير شيء، سو بدنا نشوف الولد بشو هو بحب، شو الاشياء اللي بحبها. في ولاد شاطرين بالرسم، يعني عن جد عندنا قدرات في مواهب بتبين عند الولد اللي عنده توحد، انتم كيف تكتشفوها؟ بتجرب الواحد، يعني بتشوف الولد يمكن اللي بيرسم بس تعطيه قلم بتلاقي دغري رسم شيء، وفي ولاد بكبوا القلم ما بحبوا يرسم، يعني ما بحبوا حتى يمسكوا، اما عندهم يعني في من الصعوبات كمان اللي بواجهوها انه الموتريسيتي فين عندهم صعوبه فيها، يعني يمكن ما بيقدروا يمسكوا القلم. صحيح. في منهم بدنا نعلمهم ياكلوا لوحدهم، ياكلوا بالشوكه، في ولاد ما بياكلوا ترتين، بدك يعني الصعوبات التحديات اللي بنواجهها. صحيح، بتحكي عن تحديات وصعوبات وقد ايه وجود الله بحياه الانسان بيعطيه رجاء، خاصه عند الاهل اللي عندهم ولد عنده توحد، واذا بتحكيكي هذا السؤال على الصعيد الشخصي. أكيد كتير مهم الإيمان، يعني الإيمان نحن بلا مهم. الإيمان بلا الإيمان ما فينا نكفي، عندنا على طول الدعم، ربنا يكون حدنا مرافقنا بكل شيء عم نقوم فيه، حتى بالمركز كل ما بنواجه صعوبات نحن بنقول ربنا معنا أكيد رح يساعدنا، ومنلاقي فجأة نفتح باب، يعني عن جد الواحد ما لازم يفقد الإيمان والرجاء، هن أصلاً هن اشخاص مميزين بحياتنا، هن نعمه ببيتنا. صحيح، عندي ملائكه. ملائكه ما بيعرفوا يأذوا، ما بيعرفوا الشر، يمكن قديسين اكثر من القديسين، عندهم نعمه ومحبه بقلوبهم، المهم المحبه تكون تضل بالبيت، كثير بيتاثروا بجو البيت. بيتاثروا بجو العائله بجو البيت. اكيد يعني مشان هيك فينا نشوف ولد مثلا عم بسكر ديناه اذا في ضجه. اذا في صريخ. اصلا يعني اذا واحد عم بيصرخ بالبيت كل البيت رح يشوف، بيقولوا الجو بكهرب، بقى كيف هن كثير حساسين اكثر من غيرهم، مشان هيك لازم دائما يعني المعامله تكون بالرواء بالمحبه، بتلاقي يعني كثير تغير الولد بس تعامليه بهال بمحبه وب اذا بدك بصبر، يعني هو مش قادر يعبر عن شيء، تنقول بده ياكل وما قدر يقول لك انه هو بده ياكل، بدك تجربي معه، بس اذا عيطت عليه رح هو يمكن يخاف، يعني ما يعرف يرد عليك، سو من هون كثير مهم الصبر وال يعني بتعني انه قد ايه اليوم مهم دعم الاهل. اكيد اكيد. كيف بصير يعني دعم الاهل لحتى يرافقوا اولادهم؟ نحن بنعمل لقاءات، عندنا حتى الجروب الواتساب هلا من وراء الازمه، وقت صارت ازمه كورونا وما عاد في كثير لقاءات فيزيكال، صار اكثر شيء عملنا كثير دعم، كمان تريننجز تدريبات اونلاين للاهل وللاشخاص اللي بيشتغلوا معهم، وهلا كمان عندنا بروجي عم نحضر انه يصير في بعد دعم للاهل ان شاء الله، يعني ولان على طول هن بحاجه مثل ما نحن، يعني نحن اهل وبنعرف. بتعرفي يمكن غادة بيسال الواحد سؤال انه ليه انا؟ في كثير اهل انا بعرف انه خاصة اللي عندهم ولد عنده توحد، قد ايه بيكون لحتى يتقبلها بده فترة. أنا أكيد بعتبر أكيد يعني هي منا هينة، منا هينة، فيني أقول هي يمكن من أصعب شيء أنا واجهته بحياتي، أصعب. مع كل الصعوبات اللي واجهتها كانت هي أصعب مرحلة، بس أكيد بالإيمان والصلاة واحد بده يتكل على ربه، وربنا بيدي يعني
بتحس بتصير تحسيها يعني نعمه بعدين اكيد. بس بدي احكي عن النشاطات المستقبليه للجمعيه. هلا نحن عندنا مركز بأنطلياس بيستقبل صغار وكبار، و اكيد هدفنا المستقبلي يكون في مركز كبير يعني يقدروا بركي يناموا فيه الشباب يعني اللي بيكونوا صاروا ادولت وخصوصي من بعد اهلهم. هيدا حلمنا، يمكن حلم كل اهل، لان كل اهل بيفكروا بدهم حدا يهتم باولادهم يكون يفهم عليهم. يعني كمان احنا كلنا بنخاف انه حدا ما يعرف ابني شو بو شو بده، اذا جوعان اذا نعسان اذا موجوع. يعني بيكون في اشخاص مدربين كفايه واكيد عندهم الكفاءه. سو هيدا مركز اكيد كثير مكلف، واكيد نحن بنطلب من محسنين يوما ما بنضل عم نحكي ونردد ونقول اذا حدا قادر، يمكن عنده ارض، عنده بيت، عنده يمكن في مدرسه ما حدا عم يستعملها. يعني يمكن هذا كمان شغل الدوله انه تامن هيدا الشيء. يعني ان شاء الله رغم الوضع الاقتصادي اللي عم يمرق فيه هلا لبنان، يمكن قبل كان في مرافقين اكثر مع الاهل، هلا في تحديات تعتبري اكبر؟ اكيد اكيد الصعوبات الاقتصاديه هي من اصعب شيء بيواجهوه الاهل، لانه الكلفه كثير عاليه. نحن ما فينا نقول قديش الولد بكلف، عندك بدك تضربيه يمكن ضرب 10. بمدرسه عاده بيبقى في الاستاذ مع 30 تلميذ تقريبا. بالاشخاص ذوي الصعوبات والخاصه التوحد 1 تو 2 1 تو 1 1 تو 3، يعني كل ثلاث اولاد لازم ماكسيموم يكون معهم استاذ، اذا كان اكثر الولد ما بيكون عم يستفيد. هلا اكيد كمان في حسب القدرات، عم بحكي عن الحالات الاصعب. هلا الحالات الهينه بيقدر ولد يكون مندمج بالمدرسه، بس كمان بده يكون في مرات معه شادو تيتشر، وكمان هيدي كلفه كثير عاليه على الاهل. يعني الاهل بده يدفع قسط المدرسه وقسط الادوكيشن special education plus للشادو تيتشر. سو كلفه كثير عاليه والاوضاع صعبه، وكمان يمكن ما عندهم حدا يساعدهم بالبيت. يعني قبل كان كل الناس يقدروا يجيبوا حدا على البيت يساعدهم يكون حدهم. صحيح. والتنقلات صارت مكلفه، يعني كل هيدا بده دعم. و يعني يلا ان شاء الله عمل يتحسن الوضع بالجمعيه وبالبلد كمان نشعر بالثبات. غدا بدي اشكرك على وجودك معنا اليوم. مشاهدينا رح ننتقل لفقرة فاميلي. ميرسي بوكو.